طبعا بكل الحزن والأسى رحل عنا بطل، بطل من الفنانين، هو يكاد يكون بطل فعلا انه رحل في شهر اكتوبر، ويمكن لينا كمان ذكريات كتيرة جدا معاه من ضمن اعماله الفنية اللي كانت بتتكلم طبعا عن انتصارات حرب اكتوبر. بكل الحزن والأسى طبعا بنعزي انفسنا وبنعزيكم وكمان بنعزي كل الوسط الفني في رحيل الفنان القدير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 سنة. البقاء لله يا نوران. طبعا البقاء لله لأسرة الفنان الكبير محمود ياسين ولكل جمهور ومحبيه في مصر والوطن العربي. النهاردة يمكن مصر فقدت أكبر وأعظم فنانيها، هو الفنان الكبير محمود ياسين، ويمكن صدفة وفاته في شهر النصر ذكرى 47 لحرب أكتوبر، وهو كان بطل الحرب وبطل أفلام كتيرة جدا عن حرب أكتوبر، رحل في شهر النصر. يمكن الفنان محمود ياسين ليه أعمال كتيرة جدا جدا في قلوبنا، أفلام درامية وأفلام رومانسية وأفلام حربية ليها علاقة بحرب أكتوبر وبالنصر وبالهزيمة وبفخر مصر بجنودها وبالقوات المسلحة. يمكن هو كان الرحيل المفاجئ ده كان حواليه إشاعات كتير إنه الفنان رحل بسبب فيروس كورونا نتيجة للظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي، لكن الحقيقة ومن مصادر مقربة جدا من أسرته وفي تقارير صحفية كتير قالوا إنه توفى نتيجة التهاب رئوي شديد، لأنه كان بيعاني منه بقاله فترة كبيرة جدا، وده تأكدنا منه من أسرة الفنان الراحل. بصوا يا جماعة، يمكن الفنان القدير الراحل محمود ياسين قدم لنا ما يقرب من 250 عمل فني ما شاء الله، يعني أعمال كتيرة جدا، بنتكلم قرب 150 عمل سينمائي وأفلام كثيرة جدا، وكمان بنتكلم في قرب 70-80 عمل درامي طبعا، كمان غير الأعمال المسرحية، كلها أعمال تخلد في التاريخ، كلها أعمال كبيرة، كلها أعمال أغلبية الفنانين كمان لحد النهاردة بيقولوا عليه الأستاذ، لأنه هو فعلا علم أجيال وأجيال. طبعا مش أنا هتكلم على محمود ياسين، مش أنا اللي هقعد يعني أقول وأعيد عن تاريخ الراحل محمود ياسين في كل أعماله الفنية أو كمان عن حياته الشخصية. محمود ياسين هو تاريخ، محمود ياسين لوحده هو ساب بصمة في الفن فعلا محدش يقدر ينساها. لو بنتكلم عن أفواه وأرانب، بنتكلم عن الجلسة السرية، أنف وثلاثة عيون، جده حبيبي كان مؤخرا حتى كمان مع الشباب مع الفنانة بشرة، مع بشرة والفنان أحمد السقا، يعني أقصد والجزيرة كمان، أقصد كل الحاجات دي عندنا يعني موجودة ومش هتروح، طبعا هتفضل موجودة معانا في حياتنا بشكل كبير، كبير طبعا جداً. يا فاروق للفنان الرائع محمود ياسين، زي ما قلت لك انواع كتيره جدا من الفن قدمها لنا من خلال افلامه ومن خلال مسلسلاته، وكمان المميز فيه ان هو كان بيشجع الشباب والنجوم الشباب ان هو يطلع معاهم في افلامهم، زي فيلم الجزيره مع الفنان احمد السقا، وزي ما انت قلت فيلم جده حبيبي مع الفنانه بشرى، وكان كمان ابدع في الكوميدي لانه لما كبر كان بيقدم ادوار كوميديه لذيذه جدا وتالق في كل ادواره. يمكن معانا عبارات مؤثرة جدا من أسرته على السوشيال ميديا في نعي لي، منها طبعا زوجته الفنانة الكبيرة شهيرة يعني نعت بكلمات مؤثرة جدا وقالت رحل حبيب عمري خلاص، ونشرت بنته طبعا الفنانة رانيا محمود ياسين صورة بتجمعها بيه في طفولتها وطلبت من الناس الدعاء لي، وفي نفس الوقت برضو ابنه المؤلف عمر محمود ياسين، هو يعني طبعا مؤلف متألق جدا ومميز جدا، نعى والده كتب وداعا يا أبي إلى أن نلتقي، إن لله وإنا إليه راجعون. بصوا يا جماعة، طبعا يعني من ساعة ما الناس عرفت خبر وفاة الفنان الكبير محمود ياسين والسوشيال ميديا اتقلبت مرة واحدة، مش بس الوسط الفني، كل الناس زعلت، كل الناس دلوقتي بتعبر عن حزنها إن احنا فقدنا فنان كبير زي محمود ياسين. حتى كمان الوسط الفني، مش عايز أقول طبعا مع يعني من كل الفنانين، يعني سواء كان يسرى، ليلى علوي، آسر ياسين، كل الناس مع حفظ الألقاب لكم طبعا، كلهم زعلانين جدا، وكلهم طبعا يعني نعوا بأسفهم وبحزنهم طبعا للفنان محمود ياسين على فقدانه. وده نعي الفنانين معانا هنا، معانا نعي الفنانة شريهان، يمكن ده برضو من ضمن الحاجات المؤثرة جدا، كلها كلمات علامة كمان مؤثرة وكبيرة وبتعبر عن أحاسيس بقى داخلية، يمكن هم كمان عاشوها أكتر
مع الفنان الراحل. طبعا لانه يمكن مش بس فنانين مصر، ده فنانين مصر والوطن العربي نعوه. كمان الفنانه ناديه الجندي نعت على انستغرام وقالت انه فقدت مصر والعالم العربي قيمه وقامه كبيره، بعزي نفسي والفن المصري والعربي في وفاه الفنان القدير محمود ياسين، فنان لا يعوض ولن يتكرر. أنجح أفلامي كانت معاه وأحلى كواليس وعشرة بينا، فنان جميل لن يتكرر. قدم كل الأدوار والشخصيات ببراعة على الشاشة، كان نموذج للفنان الراقي الخلوق المحترم، الله يرحمه يا رب. خالص التعازي لأسرته الكريمة وزوجته الوفية المخلصة الصديقة العزيزة شهيرة وكل أسرته وأحفاده ومحبيه، ربنا يصبرهم جميعا على فراقه والبقاء لله. ده كان نعي الفنانة نادية الجندي. طبعا هتلاقي يعني كل الفنانين لو قعدنا نقرا يعني نعي كل فنان كلهم كاتبين، آسر ياسين كله قايل وكله ليلى علوي بيتكلم، حتى كمان دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين او المهنه التمثيليه كان كاتب كمان، رحل استاذنا والاستاذه بتتعلم منه، كلها يعني عبارات مؤثره جدا، كلها حاجات انا شايف ان هي فعلا يعني مهما قلنا وعدنا في الاخر كلام قليل عليه، ما ينفعش يتوصف عبارات او جمل، لانه فعلا قدم تاريخ طويل جدا من الفن. مش بس يا جماعه هو عمل افلام ومسلسلات رائعه، ده كمان كان بيبدع في اللغه العربيه والقاء اللغه العربيه كان رائع فيه، وكان صوته قوي جدا ومميز ورخيم، وكان بيقدم في الصوت والضوء في عرض طبعا المعروف والشهير عندنا. كمان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نعت يا فاروق الفنان محمود ياسين، وأيضا معتصم النهار الفنان السوري نعى الفنان محمود ياسين. يعني من جميع أنحاء الوطن العربي كل الفنانين نعوا طبعا فقدان نجم بقيمة الفنان محمود ياسين. طبعا زي ما انت قلت نوران، يعني هنقول مين ولا مين، هو مش بس في مصر يعني كل الفنانين بينعوا الراحل محمود ياسين، لا كمان الوطن العربي كله أثر فينا، هو يعني هيفضل كده موجود معانا بأعماله الفنية والعربية. طبعا يعني مش بس نتكلم على أعمال مصرية، لا، هي أعمال في الآخر خالص لينا كلنا وكعرب. هو محمود ياسين بقيمته، محمود ياسين كفنان، محمود ياسين حتى بصوته زي ما انت قلتي يا نوران، ان هو اول ما تسمعه هو بيتكلم حتى او من غير ما تشوفي، سواء القاء للشعر او للغه العربيه، الصوره ليه محمود ياسين بالزبط. هو صوته لوحده يعني يكفي. طبعا الفنان القدير محمود ياسين من مواليد بورسعيد سنه 1964، ويمكن التحق بعد كده بكليه حقوق جامعه عين شمس، وبعد كده برضو يعني كان في بداية أعمال لي شارك فيها في الأول خالص، أعمال بسيطة طبعاً وصغيرة، وبعد كده يعني ابتدت بقى الأعمال تكبر معاه. معنا طبعا فنانين كتير عايزين ينعوا الفنان الراحل محمود ياسين. معانا الإعلامية الكبيرة والجميلة إنجي علي. ازيك يا إنجي؟ ألو، مساء الخير. مساء الخير عليكم، ازيكم؟ وسلامي طبعا لكل زمايلي في صدى البلد. أنا النهاردة الصبح كنت نازلة عندي شغل وبحضر للحلقة بتاعتي على برنامج نجوم اف ام كل خميس، برنامج اسرار النجوم. وبالفعل كان عندي ضيف بكرة وكنت مظبطة كل حاجة. خبر استاذ محمود وجعني جدا زي ما وجع كل مصر وكل الوطن العربي، لان هو مسيرة فنية طويلة جدا وثرية جدا طبعا. وقدم اعمال هتفضل محصورة في تاريخنا الفني المصري الى الابد. صح. الراجل ده عمل رومانسيات رائعة للسينما المصرية، نفتكر منها أسطوريني، رحلة النسيان، غير الخيط الرفيع، غير دوره الصغير جدا جدا في شيء من الخوف مع المخرج حسين كمال. طبعا أنا بحبه جدا، وطبعا زوجته أنا بعزيها وبعزي ابنه وبعزي بنته جدا جدا على رحيل واحد من اهم اعمده هذه الصناعه في مصر في الوطن العربي كله. فانا النهارده طبعا زي ما قلت كنت نازله شغلي، بكره عندي حلقه. اما جيت هنا للشغل اتفقنا كلنا كاداره القناه ان بكره هيكون في حلقه على الهواء خاصه عن النجم محمود ياسين، ولغينا كل حاجه، الخريطه كلها اتلخبطت طبعا، لان ده محمود ياسين، ده محمود ياسين. صح. الاسم ده اسم كبير يكفي جداً. هو تاريخ يعني واحد يعني على فكره هو مش محتاج القاب جنبه، ده محمود. صح. ياسين. انت حتى ما تيجي تقعد تتكلم مع صحابك ده مش عارف ده حاجه محمود ياسين، مش انت مش فاكر اسم الفيلم ده، فاكر بتاع محمود ياسين.
فمحمود ياسين هو علامة مهمة جدا طبعًا. جدا جدا. فأنا وكان قد إيه محترم وكان قد إيه مخلص، كان قد إيه مخلص لآخر يوم في حياته، لما هو كان المفروض إن هو كان هيعمل مسلسل مع الزعيم وحس إن هو ممكن ما يقدرش إن هو يدي، بعد في هدوء وفي صمت. هو من الفنانين الكبار المحترمين جدا جدا جدا. إنجي أنا يمكن بحزن، أنا بحزن لما بنفقد كل يوم قامة كبيرة بجد، لأن مهما كنا مكملين، مهما كنا مستمرين، مهما كان النهاردة عندنا فنانين كتير قوي صغارين كويسين، هم بيكملوا مسيرة الكبار دول. الكبار دول هم اللي فرشوا الطريق ليهم بجد يعني. فأنا ما بروح أغطي أي مهرجان، أنت جاية من بلد عادل إمام، جاية من بلد محمود ياسين، يعني أنت بتعرف بفنك قد إيه الفن والثقافة دول من أهم برموزك الحاجات اللي عندك، بتاريخك الفني اللي موجود. انجي معلش انا يمكن انت اكتر قوي. يمكن انت اكتر مننا في طبعا في الوسط الاعلامي، قريبه جدا من معظم الفنانين على الساحه الفنيه. كلمينا كده يمكن عن بعض الحاجات اللي ممكن ما نعرفهاش عن الفنان الراحل محمود ياسين، وعن قربك مثلا من الاستاذ عمرو او رانيا محمود ياسين او الفنانه شهيره. بص، الفنانة شهيرة أنا بحبها جدا جدا جدا، وكنت دايما مثلا يعني ما كان أي حد كبير كان بيتوفى كنت بحب قوي أقعد أسمع كلامها، لأن كانت هي عارفاهم كويس قوي من زمان، وكانت الناس دي كلها بتتجمع في بيتهم، وكان دايما هو بيجمع الناس دي. عمرو محمود ياسين كان عامل مسلسل رائع في رمضان اسمه ونحب تاني ليه، عملت معاه مداخلة مش هنسى كلامه ليا، اللي كان وقتها وقت الكورونا كانت جامده جدا جدا، فكنت عامله برنامج اسمه فنان من البيت، فكنا بنتكلم من خلال الزوم، ما كانش موجود قدامي، كان موجود هو في بيته وانا في الاستوديو، وكان الانترفيو كله وصوره الاستاذ العظيم محمود ياسين وراه. فانا بساله عن المسلسل وبساله عن شغله وكده، وبعدين بقول له يعني انا مش قادره افوت منظر الصوره وراك. قال لي علشان دايما هو في ظهري، عشان دايما لازم اقدم حاجات محترمه عشان انا ابن الراجل ده. قال لي انا ما اقدرش ابدا ما اشتغلش والراجل ده في ظهري. فمش قادره انسى كلام عمرو ليا، عمرو محمود ياسين بحبه جدا وبعزيه جدا جدا جدا. رانيا حبيبتي كانت اما كان بيطلع اشاعات سخيفه طول الوقت كانت بتتضايق بتتعصب، وده كان طبعا جدا طبعًا. يعني معلش انا مع احترامي الشديد النهارده حصل اللي حصل وكلنا رايحين بس بالدور، النهارده بعد اللي حصل ده كله اللي كانوا بيطلعوا الاشاعات واللي كانوا بيقولوا كلام مش حقيقي، ايه شعورهم النهارده؟ ايه احساسهم النهارده؟ قد ايه هم صغيرين ورخاص بجد؟ عيب ان احنا نتكلم بالطريقه دي على قناه. انجي مش اول اشاعه تطلع على الفنان محمود ياسين، كانت اشاعات كتيره جدا طلعت على الفنانه رجاء الجداوي الله يرحمها، وكانت كل الفنانين بيتاثروا جدا. يعني انتوا ازاي يعني بتعملوا كده او بتقولوا كده؟ انت بتدي عمرك وحياتك كلها للفن، وفي الاخر بتيجي شويه ناس معلش مع احتفاحه صفرا رعاع معرفش تسموهم ايه، بس بجد ناس يعني شيء بجد. دي مصر، احنا مش المفروض نتكلم بالطريقه دي؟ عيب عيب، احنا مش كده. احنا النهارده مصر مشروخه لرحيل محمود ياسين، واتشرخت لرحيل محمود عبد العزيز والاحمد زكي طبعا. احنا بنفقد اعمده مهمه من قامات كبيره طبعا الثقافه في بلدنا. واحنا على فكره احنا هوليوود الشرق، احنا كل الناس عارفانا من خلال فننا. فما بنفقد عمود مهم. محمود ياسين الفن بيخسر كتير جدا صح طبعا. لا لا لا، ما هو ده كفايه افواه وارانب. هقول ايه ولا ايه على اعماله؟ طب إيه؟ انجي على المستوى الشخصي بتحبي له ايه اكتر حاجه؟ انا كنت بحب له اسكوريني جدا، وكنت بحب له خيط الرفيع جدا، والرصاصه لا تزال في جيبي جدا لحرب اكتوبر، وبحب القائه للشعر لما كان غنى برضه في وقت ما تينا رجعت لنا مع النجمه الكبيره راحله ورده. انا بحب اختياراته، بحب احترامه لنفسه. أنا بحب محمود ياسين، وبجد قلبي وجعني وحزين عليه جدا جدا جدا، متضايقة وبعزي بجد رانيا جدا وبعزي عمري جدا وبعزي إنجي. يعني يمكن الفنان محمود ياسين آخر 5 سنين ما كانش بيظهر ولا بيشارك في أي أعمال، وده كان بقرار منه هو شخصيا. حاسة أنه الساحة الفنية فقدت فن الفنان محمود ياسين وأعماله؟
في الفتره دي؟ اعماله موجوده بالعكس، اعمال جديده يقدر يشارك فيها ويحط بصمته. انا مش ضد النهارده لما اي حد بيكبر وبيحس ان هو مش قادر يدي، لان انت ما بتكبري بتتعبي، فاهمه؟ ما بتكونيش في كامل لياقتك، ما بتكونيش قادره تعملي حاجات كتيره جدا. انا بحترم الفنان لما بيقول خلاص طب انا هقعد في البيت، لان انت سبت رصيد كافي للناس تعيش عليه. ده محمود ياسين يعني ده تاريخه يغطي اجيال واجيال، ده عمل اعمال كتير جدا ومسلسلات وحاجات كتيره قوي مهمه. انا احترمت ان هو فضل ان هو يمشي وهو في قمته وهو في عظمته. ويمكن في الاخر برضه لما الواحد بيكبر شويه بيبقى محتاج يقضي وقت اكتر مع اسرته، مع احفاده، مع في بيته، من حقه انه يرتاح. الاجواء بتاعت الاستوديو بقت مرهقه جدا وبقت مهلكه جدا للصغيرين عشان الكبار. لا انا بالعكس انا شايفه ان هو شايفه ان ده كان قرار صائب منه. طبعا كان قرار. لو قادر يدي محمود ياسين ما كانش هيتاخر على العطاء. محمود ياسين ما كانش هيتاخر ان هو يطلع في ادوار. والله انجي كلهم والله انجي، يعني حتى الراحل احمد زكي، الفنان الراحل محمود عبد العزيز، كلهم في اخر يعني وقت ليهم، كلهم اللي بيقدر يقدم حاجه لحد اخر وقت واخر نفس بيحاولوا. ومن حقهم طبعا هم كمان يعني يستريحوا، طول عمرهم تعبوا وعملوا تاريخ وفن. احنا بس محتاجين في الاخر نقدرهم. صح. نقدرهم لازم يتقدروا وهم عايشين. يعني النهارده هو شايف كم من الحب والحزن، يا ريته كان شايفه وهو موجود حتى في اواخر ايامه. ده بيرفع من المعنويات. يمكن يا انجي الناس ما بتفوقش او ما بتركزش بسبب الحياه السريعه والضغوطات الا بعد ما بنفقد حد عزيز علينا قوي. ايوه بس انت النهارده، انا النهارده عايزه اشوف الاعمال دي اكتر على التلفزيون، عايزه اشوف الافلام دي اكتر. فين افلامنا دي؟ عايزين نشوفها اكتر واكتر. اما هتشوفي مثلا الخيط الرفيع هتقولي الله محمود ياسين الله يرحمه. صحيح. او الله محمود ياسين انا عايزه اطمن عليه، انا عايزه اكتب انا شفت فيلم كذا كذا، وحتى تشيد دي من خلال التواصل الاجتماعي. الناس دي بنت التاريخ من غير التكنولوجي اللي احنا موجود فيه دلوقتي. صح. الناس دي بنت التاريخ على بصعوبه بصعوبه جدا، لا كان في الامكانيات ولا كان في التواصل اللي موجود دلوقتي ولا كان في حاجه خالص. دلوقتي بلمسه واحده تجيب العالم كله من الموبايل او من الكمبيوتر يعني. وكمان الناس بقى عندها جنان السوشيال ميديا وكميه اللايكس اللي بيحاولوا يجمعوها من الاشاعات والاخبار الكاذبه. ده مش حقيقي، كل ده حاجات مش حقيقيه. الحقيقي اما تيجي تبصي وتلاقي تاريخ كبير، انت ممكن تفتحي قناه عشان اعمال محمود عبد العزيز ومحمود ياسين واحمد زكي. صح. قناه قائمه بذاتها للاعمال دي تعرض يعني. في ناس كبير، نور الشريف طبعا، المدرسه العظيمه المحترم المثقف، الناس دي يا جماعه مش ممكن. يعني انا بحزن جدا 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 وقلبي وجعني قوي النهارده. واحنا قلبنا وجعنا يا انجي، وعزائنا لفنان كبير فقدوا فعلا الفن المصري والساحه الفنيه كلها في وفاه الفنان محمود ياسين. نشكرك جدا يا انجي، نورتينا. شكرا ليك. وبعزي الوطن العربي كله. شكرا. مصر طبعا برحمه. شكرا. البقاء لله. شكرا جدا ليك يا انجي. طيب تعالوا بقى نفتكر كده معاكم يعني بعض المشاهد الحلوه من طيب قبل ما ناخد مشهد معانا من الخيط الرفيع، معانا ابن الفنان الراحل والمؤلف والسيناريست الكبير عمرو محمود ياسين. الو. ايوه مساء الخير. البقاء لله لله يا استاذ عمرو. ونعم بالله، نعم بالله. ربنا يصبركم يا رب جميعا يا رب باذن الله. امين. لكن كلمنا كده يعني عن الفنان الراحل محمود ياسين في ايامه الاخيره، كان اخباره ايه؟ هل كان بيعاني من مرض معين يعني؟ هو الحقيقه الوالد كان بقاله شهر تقريبا اصيب بالتهاب رئوي كروبي، والالتهاب ده اتعالج منه ورجع البيت وكان تمثل للشفاء، ولكن بعد شويه جاله التهاب مرة تانية، التهاب رئوي مرة تانية، أو يعني انتكاسة يعني. وبعدين دخلنا المستشفى مرة تانية. طبعا احنا كنا الفترة الأخيرة الأمور كانت ماشية بشكل يعني كويس، كان بيتماثل للشفاء. كانت الأمور شوية كان الوضع حرج وكريتيكال، لكن كان في خطوات كويسة بتتعمل وكان في استجابة، لكن فجأة حصل ارتداد للحالة وحصل فجأة صعوبة في التنفس، وحصل فجأة تداعيات أخرى في الكلى وكذا. ويعني ابتدى الجسم يعني مش قادر
يقاوم ده، وحصل توقف عضلة القلب النهارده الساعة 6 صباحا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا إليه راجعون طبعا يا أستاذ عمرو. طب أنا حابة أطمن على يعني حالة النفسية للفنانة الكبيرة شهيرة والفنانة رانيا محمود ياسين. أنا بالتأكيد إحنا كلنا كأسرة بنمر بحالة نفسية سيئة، لأنه الأستاذ محمود بالنسبة لنا يعني هو بالنسبة للناس هو فنان له تاريخ محترم وأعمال على مستوى طيب وعالي والناس بتحبه وتقدره، لكن احنا كمان كأسرة يعني كنا ننعم برب أسرة عظيم جدا وأب عظيم طبعا. جدا وأنا الشيء اللي بفخر بيه جدا النهاردة إن الوالد أنا شايف إنه أدى دوره في الحياة بشكل رائع جدا، سواء على مستوى شغله وفنه قدمه بأحسن وجه، على المستوى الإنساني والعائلي كان أب رائع وكان دايما في ظهرنا وكان دايما يجتهد أنه يسعدنا ويخلينا في أحسن وضع. وعلى مستوى حتى المواطن المصري كان محب البلد وكان دايما مهتم بكل ما يتعلق بمصر كبلد هو يعشقها ويحبها جدا، ولذلك لما كان حتى هو بيقدم افلام اكتوبر افلام اكتوبر دي اثرت فيه جدا جدا طبعا. كفنان وفينا والله يا عمرو، واثرت في حبه وعشقه للبلد الحقيقه. فانا بفخر جدا بوالدي وبقول الحمد لله ان ابويا قدم كل اللي كان لازم يقدمه او اللي هو كان عايز يقدمه في حياته، والحمد لله على كل شيء. يمكن المفارقه الغريبه او احنا هي مش يعني هي مش صدفه، لان هو كان بطل فعلا في افلام كتيره جدا ليها علاقه بحرب اكتوبر، ان هو توفى في شهر الحرب وشهر النصر. صحيح 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 الحمد لله، يعني دي من المفارقات برضو الغريبه وطبعا يعني هو شهر اكتوبر بالنسبه له كان شهر يعني له خصوصيه كده، ودايما كان بيبقى شهر اكتوبر ده بالنسبه للوالد يعني شهر محمود ياسين بالنسبه لنا احنا يعني كأسرة، عارفين لما يجي شهر اكتوبر فيبقى فيه اهتمام كبير بالفنان محمود ياسين على اعتبار انه احد اهم من قدموا افلام يعني وثقت هذه الحرب العظيمه. اهم الافلام كون انه يبادر الحياه في نفس الشهر اللي احنا دايما كنا بنعتبره شهر محمود ياسين يعني فسبحان الله يعني تكريم من عند ربنا سبحانه وتعالى. هو تكريم من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد طيب لله. نقدر نقول كده عمرو محمود ياسين تعلم ايه من الفنان الراحل محمود ياسين او اخذ منه ايه اكتر حاجه؟ والله كل شيء يعني انا اي حاجه طيبه او اي حاجه ايجابيه او اي حاجه لها قيمه او لازمه انا ممكن اكون بعملها في حياتي سواء على مستوى شغلي او على مستوى دوري في الحياه كاب وكزوج كذا، انا اعتقد ان انا واخدها او بحاول اقلد فيها الاستاذ محمود ياسين. اي شيء طيب فيا هيكون من عند الاستاذ محمود، واي شيء مش طيب مش هيكون من عنده، لانه هو انا عمري ما شفت منه الا الاخلاقيات العاليه جدا اللي انا حتى بفشل ان انا اعرف اقلدها، من تواضع، من التزام، من احترام للاخر، من تقدير للاخر صغير او كبير، من اخلاص في العمل، من ثقافه، كل شيء كل شيء. فانا يعني تعلمت منه كل حاجه كويسه يعني الحقيقه يعني. وده يعني بينعكس على اعمالك كلها مميزه يعني يا استاذ عمرو. الله يخليك. واعمال ناجحه كلها جدا. هو بكره هيتم صلاه الجنازه والدفنه ولا يعني في احنا بكره ان شاء الله هيكون طبعا الجنازه والدفن طبيعي. انا صلاه الجنازه ستقام في ساحه مسجد الشرطه بالشيخ زايد، بعدين مراسم الدفن هتكون في مقابر اللي في طريق الفيوم، وان شاء الله يوم الجمعه القادمه باذن الله هيكون في عزب بنفس الكومباوند اللي احنا موجودين فيه في الشيخ زايد برضه. ده نظرا لظروف الكورونا؟ يعني في اخترت مكان جوه الكومباوند اقدر احقق فيه فكره التباعد بين المعزيين، وبحاول اسس الفكره يعني انه ما يبقاش فيه اعداد متكدسه يعني جوه المكان، ويبقى
المساله تبقى سهله. فاخترت بمساعده طبعا اداره القبض مكان واسع كبير اقدر ان انا ما يبقاش فيه تكدس بالنسبه للي هيجوا يعني. تعزينا ليك يا استاذ عمرو طبعا. ويكون مكانه مفتوح يعني وكده طبعا يعني. اخر حاجه عايز اسالك عليها يا استاذ عمرو، يمكن كانت الفنانه شهيره في الفتره الاخيره منع الاحفاد والاولاد ان هم يزوروا الفنان محمود ياسين عشان الكورونا، خصوصا هو كان عامل قلب مفتوح وكان عنده التهاب رئوي، هل ده اثر فيكم بشكل كبير في الفتره الاخيره دي؟ ايه يا فندم؟ هل ده اثر فيكم بشكل كبير الفتره الاخيره؟ لا خلي بالك، هو مش يعني برضه هو الاعلام بيتناول الامور شويه بشكل بيبقى فيه ايه يعني، هي قالت بتقول كده جمله ان هي منعه، بس مش معنى منعه ان هي يعني ان انتوا مش هتشوفوه يعني. لا هي الفكره انه في بريكوشنز بتتعمل، في احتياطات بتتعمل، احنا بيبقى عندنا وسيله ان احنا كنا نكلمهم. انا طبعا كنت بخالط ناس واولادي وكذا، فطبعا هم في سن كسن اكبر لازم الواحد يحتاط طبعا اكيد، فكنت بنقعد نتكلم معاهم الشباب، فكان بيشوفنا وكل حاجه بس ما بنقعدش معاه جوه، ما بنخشش نقعد معاه وقت طويل. لو اضطريت لاني ادخل لازم ابقى حاطط كمامه واتنين علشان ابقى مطمئن ان انا مش هقدر يعني مش هاذيه في شيء لو انا عندي اي مشكله ومش واخد بالي مثلا. فكانت المساله كده، لكن هو كان بيشوفنا وكل حاجه. ناس بتاخد فكره منعه وكان كان في يعني لا مش فيش الدراما دي كلها، لكن منشطات الاعلان بقى في احتياطات طبيعيه بتتعمل مع اي حد، اي اسره واي بيت بالظبط. حتى احنا كلنا في بيوتنا كلنا بنراعي اهالينا دلوقتي عشان الكورونا والظروف اللي احنا عايشين فيها. يا استاذ عمرو يعني تعازينا ليك وللاسره الكريمه وربنا يصبركم يا رب. عزائنا الحضرة، ويفضل طبعا تاريخ الفنان الراحل محمود ياسين باقي معنا، وهو اساس وعمود من اعمده السينما والفن المصري والعربي بشكل عام. طبعا نورتنا جدا، ربنا يخليك. المؤلف الكاتب عمرو محمود ياسين، شكرا جدا ليك. مهما اتكلمنا وقلنا عن الراحل الفنان القدير الاستاذ محمود ياسين مش هنعرف نخلص كلامنا عنه، لكن خلونا كده نفتكر معاكم بعض المشاهد من فيلم الخيط الرفيع ونرجع تاني. وداعا محمود ياسين، وداعا الفنان الكبير العملاق. طبعا تاريخ كبير مهما اتكلمنا وقلنا زي ما قلنا من شويه برضو مش انه في حقه، مشاهد كلها مؤثره ومعبره وكلها مع يعني فنانين كبار، مشهد كبير وعظيم طبعا قدام الفنانه القديره فاتن حمامه. مهما قلنا برضو هيفضل محمود ياسين هو التاريخ، التاريخ من ضمن التاريخ الفني المصري بتاعنا والعربي الاصيل. يعني يمكن كانت البداية في يونيو سنة 1941 من بورسعيد، ومش هنقول النهاية، هنقول برضو الاستمرار معانا في أعماله الفنية والتاريخية تبقى معنا في 14 أكتوبر 2020. البقاء لله لأسرة الفنان الراحل محمود ياسين، ربنا يلهم أسرته الصبر والسلوان، وعزائنا للوطن العربي وللساحة الفنية سواء في مصر أو في الوطن العربي لفقيد فنان كبير بقدر وقيمة الفنان الراحل محمود ياسين. كلامنا خلص وفقرتنا خلصت، لكن أكيد هو يفضل في قلوبنا طول العمر، وأفلامه وأعماله الفنية الرائعة هتفضل معلمة ومؤثرة فينا كلنا. لكن احنا بعد الفاصل بقى هنستقبل برضو احد الفنانين الراحلين اللي اثروا فينا برضو، كان ليهم ادوار مؤثرة ومهمة جدا، منهم طبعا الفنان ممدوح وافي. هيبقى معانا بنته الفنانة اللي لسه صاعدة يعني اسمها ياسمين، فنانة جميلة جدا وزي ما بيقولوا ابن الوز عوام، لانه هي ليها اول عمل درامي شاركت فيه وكان اثر جدا وعلم مع الناس، حكاية ضي القمر في مسلسل اللي انا. خليكم معانا بعد الفاصل نستقبل ياسمين.